تنزل على الشارع الموحد تمام. دي بتعمل بيس السيلينج بس. تمام في حالات الاوبن بس كده ميت. لا مش ميت بس دي بكوست لوحدها. لكن يعني هي كده لغايه دلوقتي مش ميت، مش هتشتغل كده بالظبط. بس ككوست وايز هي اراوند ال 50,000 قبل زياده الدولار. مشكلتها ايه؟ محتاجين دواسه، محتاجه دواسه سنجل، حاجه سبيشال ليها هي. فانا ممكن اشرح لك الحاجات كلها. ولا مشكلتها لا مش سوفت وير ليها سنجل سويتش زي الدبل فود سويتش كده. في حاجه تانية بتبقى سنجل سويتش خاصه بالكواجوليشن ليها بوب سوكت لوحدها بس دي تدخل معاها. فهم في الديل بيحاولوا يلموا قدر الامكان حاجات معينه في الباكج يعني. مش الفكره طب ما طلب يعني هو طلبها ليه بقى؟ يعني هي موجوده ومش شغاله، يعني هي جايه في الباكج نفس الوقت مش هتقدر تستخدمها. مش هتقدر تستخدمها اوتوميتد، ما ينفعش يفتح السوفت وير اوتوميتد فيها. ده نفس الفكره في دي. الاكتيفيشن فيها بيكون يا بدواسه يا اما بالكيبل بتاعها الدواسه بتاعتها في البطن. ملهاش هاند اكتيفيشن؟ ليها هاند اكتيفيشن شغال. دي جايه كده في الباكج كله؟ جايه في الباكج كله. بتركب على اي حاجه؟ لا بتركب اوكي بس مش بتشتغل. انا اقصد محتاج لها بس اكتيفيشن. ما بتشتغلش على اي حاجه، حتى اي جهاز من هنا مش كومباتبل. لا مفيش جهاز كومباتبل معاه. الجهاز بتاعته بس. كل الشركه كل الاجهزه قافله على نفسها. بالعكس انا عندي حاجات تانية ينفع تشتغل، حاجات لو حضرتك بتشتغل. هي مصممه على انها فود سويتش. مش هاند. لا مش هاند. مش هاند. والفود سويتش اللي جايه معاها الفود سويتش مش في الستاندرد بتاع العقد مع الشراء الموحد. ما انا بستغرب طب دي موجوده ليه؟ والله يا دكتور يعني خليها كده كبوليتيكال اصلا يعني الحاجات دي ككوست وايز. يعني في حاجه جايه مع البتاع وفي نفس الوقت هي مش هنستخدمها. احنا هنخلي دي شويه وقدامنا. مفيش اي ادابتور نقدر نشغلها على الفوتو سويتش. هي دي لها فوتو سويتش باتون. ايه؟ باتون فينجر فوت سويتش. فينجر سويتش مش فوت. تمام. ودي ملهاش فينجر سويتش؟ لا دي محتاجه فوت سويتش. ملهاش اصلا الشركه مش منزلها. ليها مش في في بره. لا فينجر سويتش زي ده؟ لا ملهاش. دي فينجر سويتش بتثبت هنا او بتثبت هنا. ليفت او رايت. شرحنا قبل كده ما قالش الموضوع المبتدئ ده على يعني انا اكيد مش هكتب عليك. لا بس انا كمان مش الكلام ده. هي بتشتغل كده ونفس هو مهندس الصيانه انا فاهم. بتشتغل بدواسه لوحدها. مش بتشتغل بدواسه لوحدها تمام. بس دي مش موجوده بس. لكن انتوا بتتكلموا في يعني هو الجنريتور لوحده اوتسايد 265. الهاند دي 95. كله ب 165 جنيه. بص هقول لحضرتك على حاجه، ممكن نشرح ونتكلم في الموضوع ده. انا هبعت لحضرتك كوبي من الاتفاق مع الشراء الموحد، الكونتراكت مع الشراء الموحد والوكاله في فرنسا. كان هل ممكن ده ما تتكتبش في بنود الشراء؟ هو انت بتطلب الجهاز اكيد بس. دي تايتل لوحده. دي كلها بقى البرايس ليست بتاعها. دي كل لا دي بكام مثلا؟ دي ما لهاش برايس ليست اي حاجه. يعني انتوا لو هو الجهاز بيحط لو ادابتور سؤال هو الجهاز لا ما تتحسبش كده. الجهاز بمحركاته صعب قوي. المفروض يكون له قطع بيحسبوا كل حاجه بال مش معقول جهاز ب ما اصل احنا لازم نفتح كده ليه؟ ما لازم نشوف الكومبوننت بتاعنا كله. في حاجه ثانيه في الكرتونه دي؟ بص ده الاتفاقيه 55 جنيه. تمام. الدولار غير انت يا
ماشي. دي لا دي دي الاتفاق كلها. دي بقى البنود الخاصة بالجهاز كباكج، تمام؟ فيعني لو حضرتك هتتكلم المفروض ان دي ما كانتش تبقى في الباكج اصلا، لان دي بنص تمن الالة بتاعت السيرمو، بس هم متفقين على كده. اللي كان موجود من فرنسا هو متفق، يعني مش حاجة تبعي. اللي موجود هو الجهاز فرنسي اهو. ايش الفرنسي؟ ستريت بايبولر فورسيبس.